تفضلوا بالجلوس. صباح الخير سيدي الرئيس. الحالة في الدارفور سودان، القضية قضية الادعاء ضد السيد علي محمد علي عبد الرحمن، ونحن الآن في جلسة علنية. هل علي أن أبدأ من البداية؟ نعم، حسنا. أنا القاضي الرئيس بياتري هومفاسكي. نحن الآن سوف نتعامل مع الاستئناف الناتج عن قضية الإدعاء ضد السيد علي محمد علي عبد الرحمن. وزملائي القضاة هنا اليوم هو القاضي شيلي إيبو أوسوجي، والقاضي هاورد موريسون، والقاضي لوز ديل كارمن إيبانزا كارانزا، والقاضي سولومي بولانجي بوسا. أرجو أن يقوم الأطراف بتقديم أنفسهم من فضلكم من أجل المحضر. نبدأ بالدفاع. صباح الخير. صباح الخير سيدي الرئيس. على في جانب الدفاع، من يمثل السيد عبد الرحمن اليوم هو سيد سيريل واتشي، وهو رئيس فريق الدفاع. وبسبب جائحة كوفيد 19 للأسف لا يتواجد معنا الفريق بالكامل، ولكن لدينا السيد زادي جون كيتا والسيدة ريتزفانا رافيجي فيتش، هي جالسة إلى جانبي الآن. السيد كيتا، صباح الخير سيدي الرئيس. السيد زافيار جون كيتا من مكتب الإدعاء، وكذلك السيد سيريل لوساتشي. نعم، مكتب الإدعاء، مكتب الإدعاء. أنا هنا السيدة هيلين برادي، ويقف معي اليوم السيد ماتيو والسيد كاول والسيد جوليان نيكولاس. القاضي الرئيس، شكرا جزيلا للمحضر. أود أن أؤكد بأن السيد عبد الرحمن حاضر في قاعة المحكمة اليوم أيضا. اليوم سوف تصدر دائرة الاستئناف حكمها في الطلب المقدم من السيد عبد الرحمن لنقض القرار الصادر من الدائرة التمهيدية الثانية في يوم 14 من أغسطس عام 2020، والمعنون القرار في طلب الإفراج المؤقت المقدم من الدفاع. هذا هو ملخص غير رسمي للحكم الكتابي الصادر عن دائرة الاستئناف بشأن طلب النقض. هذا الحكم الكتابي سوف يتم إرساله بعد هذه الجلسة، ومرفق معه رأي منفصل للقاضي إيبانزا كارانزا. قبل أن أنتقل إلى موضوع هذه الجلسة، أحيط علما بأن محامي السيد عبد الرحمن كان قد قدم طلبا يطلب أن يسمح للسيد عبد الرحمن أن يقف دقيقة حداد على روح ضحايا النزاع المسلح في دارفور في السودان، وأنه يفضل فعل ذلك قبل إصدار الحكم. ولكن الغرض من جلسة اليوم هو قراءة الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف بشأن طلب السيد عبد الرحمن لنقض قرار المحكمة التمهيدية في طلبه للإفراج المؤقت. وبالتالي فإن طلب السيد عبد الرحمن المقدم في يوم 5 من أكتوبر 2020 هو طلب مرفوض. الآن أنتقل إلى ملخص حكم الدائرة، وسوف أعرض بشكل مقتضب التاريخ الإجرائي لطلب النقد. في يوم 14 من أغسطس عام 2020 رفضت الدائرة التمهيدية الطلب المقدم من السيد عبد الرحمن للإفراج عنه بشكل مؤقت،
وإرساله إلى إقليم الدولة المضيفة حتى موعد المحاكمة، وذلك عملا بالمادة رقم 62 من نظام روما الأساسي. هذا القرار الذي سوف أشير إليه بعبارة القرار المطعون فيه هو مضمون طلب النقد المقدم من السيد عبد الرحمن. القرار مطعون فيه يستند على ما خلصت إليه الدائرة التمهيدية من أن استمرار احتجاج السيد عبد الرحمن هو أمر ضروري لضمان عدم عرقلة التحقيق ولا المخاطرة بالتحقيق والإجراءات القانونية. في هذا السياق الدائرة التمهيدية تنظر في النقاط التالية. أولاً، أن الإدعاء قال أو أكد أنه ليس في وضع يمكنه من حماية الشهود في دارفور بعد. ثانياً، وصول معلومات تشير إلى أن السيد عبد الرحمن ومناصروه قاموا بتهديد نشطاء حقوق الإنسان، نشطاء حقوقيين. الثالث، أن المنصب القيادي العالي الذي يزعم أن السيد عبد الرحمن كان يشغله في دارفور وعلاقاته هناك، وكذلك احتمالية أن يكون ما زال لديه مناصرين بإمكانهم الوصول إلى الشهود المحتملين. وقد رأت الدائرة التمهيدية أن وضع شروط لهذا الإفراج المؤقت لن يخفف بشكل كافي المخاطر التي من شأنها أن تقود التحقيق والإجراءات القانونية أو تهدد أمن الشهود. كما أن الدائرة التمهيدية لم ترى أن الحصول على ملاحظات الدولة المضيفة هو أمر ضروري لغرض اتخاذ القرار. قام السيد عبد الرحمن بتقديم طلب النقد في 19 من أغسطس آب عام 2020، وتقدمت ممثلة الإدعاء بالرد على هذا الطلب في 31 من أغسطس عام 2020. يطلب السيد عبد الرحمن من دائرة الاستئناف أن تنقض الطلب المطعون فيه، أي طلب الإفراج بشكل مؤقت، وإرساله إلى إقليم الدولة المضيفة، ويطلب من الدائرة واقتبس البدء فورا في المشاورات مع الدولة المضيفة. انتهى الاقتباس. ولهذا الغرض السيد عبد الرحمن أعطى 5 أسباب، وسوف أقوم بالرد على هذه الأسباب 5 بالترتيب. أولا، السبب الأول، السيد عبد الرحمن يقول أن الدائرة التمهيدية أخطأت عندما استندت على قدرة الإدعاء على حماية الشهود في دارفور. وفي هذا السياق يحاجج السيد عبد الرحمن أن عدم قدرة الإدعاء يجب ألا تؤثر سلبا على حقه في الإفراج المؤقت. كما أنه يضيف أن الإدعاء ليس لديه أي سبل لإجراء التحقيق في دارفور في الوقت الحالي. دائرة الاستئناف ترى بأغلبيتها أن هذا السبب غير مقبول. أولا، دائرة الاستئناف تأخذ علما أن اعتماد الدائرة التمهيدية على عدم قدرة الدفاع على حماية الشهود في دارفور لا يمكن تقييمه بشكل منعزل، وهذا لأن الدائرة التمهيدية عندما قامت باتخاذ قرارها نظرت في كل المعلومات المتاحة لها بشكل كلي، نظرت إلى هذه المعلومات مجتمعة، لا سيما أن هذه المعلومات ضمنت التقرير يشير إلى أن السيد عبد الرحمن ومناصريه قاموا بتوجيه تهديدات لنشطاء حقوقيين. اعتمدت أيضا الدائرة على المعلومات المدرجة في أمرين التوقيف والمذكور فيهما المنصب الذي كان يشغله السيد عبد الرحمن واحتمالية أن يكون مازال لديه مناصرين يمكنهم الوصول إلى الشهود المحتملين. ثانيا، دائرة الاستئناف ترى أن الدائرة التمهيدية عندما قامت بأخذ عدم قدرة الإدعاء على حماية الشهود في دارفور فعلت ذلك تماشيا مع التزاماتها بالمادة رقم 68 من نظام روما الأساسي لضمان حماية الضحايا والشهود. أنتقل الآن إلى السبب الثاني لطلب النقد. السيد عبد الرحمن يحاجج أن الدائرة التمهيدية أخطأت عندما استندت إلى تقرير أحد المنظمات غير الحكومية والملحق برد الإدعاء، الملحق رقم 3، والذي يشير إلى أن السيد عبد الرحمن ومناصريه
قد قاموا بتهديد نشطاء حقوق الإنسان. دائرة الاستئناف ترى بأنه على عكس ما قاله السيد عبد الرحمن، الدائرة التمهيدية لم ترتكب أي خطأ قانوني عندما اعتمدت على الملحق رقم 3، وتأخذ الدائرة علما أن قول السيد عبد الرحمن بأن قرار الدائرة التمهيدية اعتمد على الملحق رقم 3 فقط بشكل منفرد هو أمر، هو فهم خاطئ للقرار المطعون فيه. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن الدائرة التمهيدية نظرت إلى كل المعلومات وكل العناصر مجتمعة، وبالتالي فإن أي قيود محتملة خاصة بالقيمة الإثباتية للملحق رقم 3 تعتبر غير ذات صلة. ولا يوجد أي أخطاء حقيقية تم ارتكابها في هذا السياق. الآن ننتقل إلى السبب الثالث لطلب النقد. السيد عبد الرحمن يجزم بأن قرار الدائرة التمهيدية بالإبقاء عليه رهن الاحتجاز بسبب وجود مخاطر أو خطر أن يقوم السيد عبد الرحمن بوضع ضغط على الشهود هو قرار خاطئ من ناحية الحقيقة والقانون، لأنه لم يأخذ في الاعتبار عدة عناصر. دائرة الاستئناف ترى بأن الدائرة التمهيدية بالفعل قد التزمت بالنظر في كل العناصر ذات الصلة عندما أخذت قرارها، وبشكل خاص دائرة الاستئناف ترى بأن السيد عبد الرحمن أو حجة السيد عبد الرحمن بأن الدائرة التمهيدية قد أخطأت عندما لم تميز ما بين الشهود المقيمين في داخل دارفور والشهود المقيمين في دول أخرى. في هذا السياق دائرة الاستئناف ترى بأن الدائرة التمهيدية وجدت بأن الإفراج المؤقت قد يعرض أي نوع من الشهود لخطر غير مقبول، وبالتالي دائرة الاستئناف ترى بأن السيد عبد الرحمن لم يتمكن من أن يعبر بشكل جيد على هذا الغياب التمييز ما بين الشهود، ونعتقد أن لم يتمكن من شرح كيف يمكن لهذا أن يكون خطأ. السبب، أنتقل الآن إلى السبب الرابع. السيد عبد الرحمن يقول بأن الدائرة التمهيدية خالفت مبدأ أن الاحتجاز هو الاستثناء وليس القاعدة. ترى دائرة الاستئناف بأن معظم الحجج المكتوبة في هذا الجزء أو في هذا السبب هي بالفعل تم النظر إليها سابقا. أما بالنسبة للأسباب المتبقية فسيد عبد الرحمن يشرح بأن الظروف المرتبطة بتسليمه لنفسه للمحكمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، يشير إلى أنه كان لديه الاستعداد للتعاون والالتزام بالظروف الأمنية، ولكن دائرة الاستئناف تؤكد بالفعل على مبدأ أن الاحتجاز يبقى هو الاستثناء وليس القاعدة، ولكن نرى بأن أنه بالفعل كل العناصر تم النظر عليها بالفعل، ولكن لا تجد دائرة الاستئناف أي خطأ في قرار المحكمة التمهيدية بأن هناك خطر حقيقي لنزاهة التحقيق والإجراءات القانونية. أما بالنسبة للسبب الخامس، السيد عبد الرحمن يحاجج بأن الدائرة التمهيدية ارتكبت خطأ قانونيا عندما لم تحصل على ملاحظات من الدولة المضيفة، وذلك عملا بالمادة رقم 51 من قواعد المحكمة. دائرة الاستئناف تجد في أغلبيتها بأن هذه الحجة هي غير مدعومة من ناحية القانونية، وتجد بأن عندما تقوم دائرة ما بالسماع إلى طلب بالإفراج المؤقت وفي غياب أي
وفي غياب أي إمكانية أو احتمالية لنجاح هذه النجاح هذا الطلب، فلا تحتاج الدائرة ولا يمكن إلزامها بالحصول على ملاحظات من الدولة المضيفة. نهائياً، عملاً بالمادة رقم 82.1.1 من نظام روما الأساسي، تؤكد دائرة الاستئناف بأن تؤكد الدائرة بأنه قد تم رفض كل الأسباب الخمسة لهذا الطلب المطعون فيه. القاضي إبان زكرانزا قد أرفق رأيا منفصلا لهذا القرار هذا، يعني نهاية ملخص دائرة الاستئناف أو حكم دائرة الاستئناف. أود أن أشكر كل العاملين محررين، أود أن أشكر محرري المحكمة والمترجمين الفوريين، وأود أن أشكر قلم المحكمة أيضا، وتم رفع الجلسة.